تقارب بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والجيش الوطني إثر خلاف وصف بالبسيط بسبب إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الثالث في بنغازي. القيادة العامة للجيش الليبي نفت ما تردد عن إلغاء اجتماع الحكومة بسبب غياب الأمن في المدينة. وبحسب بيان للجيش، فالقيادة العامة ورغم أنه لا يربطها أي رابط سيادي أو خدمي بالحكومة المؤقتة، إلا أنها ترحب باجتماعها في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها، خاصة بنغازي. البيان أكد كذلك أن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها. وفي طرابلس أكد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة أن حكومته ستزور بنغازي قريبا لعقد اجتماعها هناك كما كان مقررا قبل إلغائه بسبب ما وصفها بعقبات بسيطة. أحيي أهلنا في مدينتنا العزيزة بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا، ولن نترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة كل كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا، سواء كانت تحديات معيشية أو تنموية مهما كبرت أو صغرت. دبيبة أكد أيضا في كلماته أثناء اجتماع مجلس الوزراء على أهمية إعادة توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. لابد من الإشارة إلى أننا ولله الحمد تمكننا من إعادة توحيد غالبية المؤسسات بفضل الله، ولم يبقى لنا سوى توحيد المؤسسة العسكرية، وهو أمر يجب إنجازه في أسرع وقت وقبل الانتخابات حتى نصل إلى انتخابات حقيقية وواقعية. وضمن جهود توحيد المؤسسات الليبية، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ترأس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سيرتا، وأثنى على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة أن مسألة فتح الطريق الساحلي في مراحله النهائية.